لم تعد الميليشيات في العراق إحدى السلطات فحسب بل أصبحت السلطه الأولى والأقوى في بعض المناطق كبابل مثلا وهو ما سلطت عليه الضوء صحيفه العرب الجديد الصحيفه قالت إن 23 عمليه اغتيال وسبع عمليات اختطاف تمت في أقل من شهر في المحافظه وسط تكتم إعلامي على أغلبها ومن ابرزها استهداف مدير عام جوازات بابل وضابطي امن ومحامي بارز وناشط حقوقي وخريد مسؤولون حكوميون اتهموا وفقا للصحيفه فصائل بميليشيا الحشد بتلك الحوادث مؤكدين ان دوافعها طائفيه وسياسيه بحته ضمن مشروع تغيير ديمغرافي كامل للمحافظه باستكمال ما بدأ بجرف الصخر وغيرها التي يمنع أهلها من العودة إلى مناطقهم منذ أربع سنين على يد ميليشيات العصائب وحزب الله والنجباء والخرسان وبدر التي وصفها أحد مسؤولي بابل بأنها حكومة الظل في المحافظة ضباط بشرطة بابل أكدوا للصحيفة أن جرف الصخر باتت معقلا بارزا لأذرع إيران في العراق كما انها تحولت لمركز اختطاف واعتقال ونقطه ينطلق منها عناصر تلك الميليشيات لتنفيذ عملياتهم. كما انهم معروفون لدى الاجهزه الرسميه فكل العمليات نفذت بسيارات تقل مسلحين في وضح النهار ويحملون هويات ميليشيا الحشد، وبعضها سيارات للشرطه واخرى عسكريه. حتى عمليه اغتيال مدير الجوازات صفاء الدليمي تم التحفظ فيها على كاميرات المراقبه التي تظهر وجوه المنفذين وتفاصيل السياره التي استقلوها وان حدث واعتقل المنفذون فان اوامر عليا من بغداد تاتي للافراج عنهم رغم وجود الادله الدامغه على تورطهم بتلك الجرائم بل قد يعاقب افراد الشرطه الذين اعتقلوهم او تتم تصفيتهم عضو نقابه المحامين في بابل حسين المالكي قال ان بابل لم تتحول الى وكر للميليشيات فقط وانما ايضا الى معتقلات ومراكز خطف وهذا يطابق وصف النائب عن محافظه بابل كامل نواف لعمليات الاغتيال في المحافظه بالممنهجه وسط عجز وتواطؤ واضح من الاجهزه الامنيه. ولعل حال المواطنين في بابل ينطبق عليه وصف الاسرى كما نقلت الصحيفه عن سكانها، فالميليشيات تمتلك قانونا خاصا بها لا يعترف باي عقوبه سوى القتل او الاستيلاء على المنازل وطرد اهلها منها، او فرض اتاوات ماليه، وهذا كله جعل من بابل اشبه بمدينه عصابات في افلام هوليوود.